يمكن امبارح كلنا تابعنا وتأثرنا برحيل الفنان الراقي هشام سليم اللي وفاته المنية امبارح بعد الصراع مع مرض السرطان، وبالأخص طبعا سرطان الرئة. فنان صاحب رصيد فني ومشوار كبير تعلق بيه جمهوره من أول ظهوره وهو شاب صغير في بداية حياته، إمبراطورية ميم كلنا اتفرجنا على الفيلم ده وحبيناه لحد آخر عمل قدمه كلنا كمان حبيناه، مشاركته بمسلسل هجمة مرتدة. ربنا يرحمه الفنان الكبير هشام سليم. ورقة جديدة تسقط من شجرة الإبداع، فنان احترم فنه فعشقه الجمهور ورحل تاركاً حزناً كبيراً لدى محبيه، هو الفنان هشام سليم الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع المرض. انت ايه اللي جايبك هنا يا علي؟ لا يا حسن، انا جيت زي ما كلكم جيتوا. طب غور يلا امشي من هنا دلوقتي. انا جاي هنا بمزاجي ومش هروح غير بمزاجي. ولد هشام سليم في القاهرة عام 1958 وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981. قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات. نجحت يا أبو، شفت دمي؟ مبروك يا بلول، مبروك مبروك يا ابني. تنوعت أدوار هشام سليم في كل أعماله التي أثبت من خلالها موهبته الكبيرة وبراعته في تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره في كل مراحل عمره، فدائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع، لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة. ولأنه ابن أحد أساطير الكرة هو صالح سليم، رغب والده في أن يخلفه في عشق الساحرة المستديرة، إلا أن عشقه للفن كان أكبر، فحصل على أول أدواره مع فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وحقق نجاحاً لافتاً بعدها، وانطلق وحصل على أدوار أكبر في الفن، وأهمها عودة الإبن الضال مع يوسف شاهين. خلاص نقول باي باي على طول يا مدرستنا يا حبيبتنا، باي 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 باي. وفي مواجهة مجد الرومي التي كتبت في وداعه: كم أوجعت قلبي برحيلك المبكر، توأم عمري هشام سليم وداعاً. أدي اللي كان ودي القدر ودي المصير، نودع الماضي الحلم الكبير. خلال فترة التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال السينمائية مثل إسكندرية كمان وكمان، اسمه ونصيب، الخادم، اللعب مع الشياطين، الهجامة، وأرض الأحلام، وشارك في المسرحية الشهيرة شارع محمد علي. كنت بحلم بيك وأنا نايمة. وأنا كنت بحلم بيك وأنا صاحي. يا سلام، لو كنت وحشتك صحيح كنت بعتلي جوابات. كتبتلك كتير، كل يوم جواب. والنبي صحيح؟ أه والله. وصلنيش ولا واحد. أنا ما بعتهمش. بدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر الثمانينيات، وقدم مسلسلات الراية البيضة، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، وأماكن في القلب. ناجي عايز إيه؟ في موضوع أنت فاهمني فيه غلط ولازم أوضحهولك. موضوع إيه؟ موضوع أمر. آخر أعماله من خلال مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة، وأعلن بعدها إصابته بالسرطان، وبالأمس يرحل مشيعاً بحب الملايين. يا ريت حضرتك توصلها لهم وتقول لهم يعني إن موضوع زي ده ممكن يحط حضرتك في موقف حرج معانا. إحنا خلاص خدنا منها اللي إحنا عايزينه ومش محتاجينها خالص. طبعا مما لا شك فيه ان كلنا فوجعنا اول ما سمعنا خبر وفاه هشام سليم، ما كناش مصدقين لان احنا مرتبطين بيه منذ الطفوله ويمكن فتره تعبه ما كانتش طويله قوي، لكن الجميل في الموضوع ان هو في عز تعبه قال الحمد لله اول ما عرف يعني، وكان تعبان جدا قال الحمد لله، ايه المشكله هتعامل معاه، ده الكوفيد بيموت الناس في 3 ايام، فده
بيفكرنا بنفس رد فعل المايسترو لما عرف ان هو برضو عنده سرطان صالح سليم. اول ما عرف من الدكتور كان مدي وعد لحفيدته اللي هي بنت هشام سليم ان هو هيخرجها السينما. فالدكتور قال له، فقال له طب ما فيش مشكله، انا هستاذنك بس دلوقتي عندي مشوار مع حفيدتي عشان كنت وعدها ان انا هوديها السينما، اوديها السينما وبعدين ابقى اجي لك نشوف هنعمل ايه. فهم كانوا متقبلين كل حاجه. وبموت هشام سليم الحياه بتدينا درس مهم جدا، وهو انه البقاء دايما للانقى، البقاء دايما للانفع، وده ناتج لان هشام سليم متربي. طبعا كلنا عارفين القصه او شفنا وتابعنا القصه وهو بيحكي عن علاقته بوالده، وازاي في مره من المرات، ودي كانت يمكن المره الوحيده اللي استغل اسم والده، وبيقول كنت في نادي الاهلي وكنت الكنترول كان بيكلمني وبيزعق لي، فقلت له انت مش عارف انا مين، كان عنده 8 سنين تقريبا في الوقت ده، انت مش عارف انا مين، ده انا ابن صالح سليم. فالراجل راح اشتكى لوالده، فوالده لما روح البيت ضرب هشام سليم، هو بيقول ضربني علقه انا مش ممكن انساها لحد دلوقتي، وقال له انا صالح سليم انت مين، انا لو خدتك من ايدك ورحت سوق الكانتو مش هتجيب 3 مليم، لما تبقى حاجه ابقى اتكلم وما تقولش انا ابن مين. فهو كان انسان متربي وكان انسان خلوق، واحنا كلنا شفنا امبارح حاله الحزن اللي انتابت ناس كتيره جدا من اصدقائه ومن زملائه في العمل ومن جمهوره. احنا شفنا ماجده رومي زي ما شفنا من خالد تقريبا، شفنا شريهان، شفنا حاله الحزن اللي عامت الوسط الفني. احنا كمان يمكن الناس اللي حضروا الجنازه نفسها والانهيار اللي كانوا فيه، لانه زي ما انت قلت الناس يعني يمكن ما توقعتش، يمكن عشان روحه كمان هي دايما تعامل مع هذا المرض كان دايما عنده تفاؤل. طبعا مات عن عمر 64 سنه، وزي ما انت قلت يا شاذلي ان هو كان ابن اصول، ويمكن ده شفناها كمان في اختياره لاعماله خلال السنين اللي فاتت دي كلها خلال عمله بمجال الفن، انه يمكن ما فيش دور واحد تقدر تقول عليه دور وحش او ما يعجبكش لهشام سليم. يعني من طبعا الفنانين الراقيين جدا جدا، مش بس كمان في ادوارهم، لا كمان اداء وتعاملا مع زمايلهم في الفن. يمكن ناس كثيره قوي بتتكلم على قد ايه كان هو بيتكلم ويسال عن اصدقائه من الفنانين اثناء مرضهم، او يمكن كمان بيتواصل مع عائلاتهم بعد ما يتوفوا الفنانين او غيره. راقي فعلا وابن اصول حقيقي بكل تاكيد. وشفنا كمان الصحفيين اللي تعاملوا معاه وكانوا بيعملوا معاه انترفيو مثلا، قد ايه بقت في علاقه صداقه بينه وبينهم، وقد ايه كان في ود وحاله طيبه. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وزويه ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرتنا.